بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اخر نقطة معانا، اخر حاجة معانا في هذا الكورس الانفلونس لاين بالنسبة للتراسز. وفي كل فيديوهات الانفلونس لاين انا دايما بسألك ايه هو الانفلونس لاين. هو حاجة واحدة سواء رياكشن او انترنال فورس، بشوف تغير قيمتها لما مكان حمل قدره 1 طن بيتغير. فاذا انا هحسب، وزي ما كنا بنحسب عن طريق اللي هو الميثود اوف جوينتس والسكشن هنعمل ده برضو. وزي ما لما جينا نشرح كل القطعات مثلا الموجودة شرحناها على ان وكي تراسز، هنعمل ده برضو دلوقتي. يعني شغلها برضو دلوقتي هنشرح سوا على ان وكي تراسز. طيب اول حاجة انا رسمته ايه في الاول بسرعة كده علشان تقعدش تتفرج عليا وانا عمال احط خطوط، يعني مش مستاهله حاجه. ده الان ترس بتاعنا اللي هنرسم له انفلونس لاين. خلي بالك بالنسبه للبيم اللي هي عامله كده، او حتى الفريم اللي عامل كده، الواحد طن هيمشي على الكاميرا فوق صح، انما بالنسبه لي الترس الواحد طن ممكن يمشي هنا، ممكن يمشي تحت، وممكن يمشي فوق. فلازم تبقى يعني هقولك هو ماشي فين، لازم تعرف هو ماشي فين، لانك لو مش عارف، لان في كل حالة من الحالات في حاجات بتختلف. مثلا وده مثلا في الكباري، يعني انت لو عندك كوبري بين حاجتين، الكوبري ده ادى البلاطات بتاعته وكل حاجة ومتشال على التراس، التراس ممكن يبقى علوي حاجات كده بقى، حاجات من دي بقى تراسز والديزاين بتاعها بعدين، ممكن يبقى علوي. وممكن التراس ده تلاقيه موجود تحت برضو تراس، فاذا فكرة الواحد طن يمشي فوق ولا تحت هي مسألة هو العربيات بتعدي فين، بتعدي هنا ولا بتعدي من فوق. والاتنين خلي بالك ينفع. تعالى في اول مثال، احنا هناخد مثالين بس هيقعدوا معانا كتير، يعني ممكن نقعد ساعة. اول مثال هنقول ان الواحد طن ماشي هنا، هنعوز 5 ممبرز. تعالى نعلمهم هنا دلوقتي، ده وده وهذا وهذا، ايه تاني، ده برضو، 5 دول بس. تعال نسميهم برضو F1 F2 F3 و F4 و F5 عشان ابقى عارف انا عايز اجيب ايه. وخلي بالك تنظيم الشغل في المسائل اللي زي دي، خصوصا مسائل التراس عامة، تنظيم الشغل زيه زي الشغل، لانك لو منظمتش هتوه في النص. طبعا الارتفاع ده مديهولي، الارتفاع ده 4 مثلا، والعرض ده كله كده 6 × 3. وتعالى نقول ان الحتة الواحدة من دولا ب3. طيب يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ انا رسمت لك التراسز، وقلت لك الواحد طن ماشي فين، وقلت لك ايه الممبرز اللي انا عايز ارسم لها انفلونس لاين. طبعا بما ان ده تراس فاكيد كل ممبر ما فيهوش غير نورمال فورس، فالاف دي هي النورمال بتاع هذا الممبر. حاجه تانية يعني هتساله وهتتضايق، هتقول لي معلش يعني هو 1 طن ايه اللي يمشي على تراس، يعني 1 طن ايه اللي يمشي، يعني الواحد طن هيقف هنا، هو مش تراس يعني ما ينفعش يبقى في فورس صغير على الجوينت، ولا احنا بنغير كلامنا كل فيديوهين؟ الحقيقة لا، هو فعلا بالنسبة للتراس 1 طن ما بيبقاش فعليا واقف هنا، لكن لو انت بصيت مثلا للتراس من نظرة 3D مثلا، حاجة عاملة كده، وتخيلنا مثلا تراس سفلي، او تعالى نتخيل تراس يعني بنفس الشكل بتاعنا، حاجة كده ان تراس مثلا
والعربيات ماشية من فوق، فالعربيات ماشية على بلاط، البلاط ده متحمل اهو فوق، يعني العربيات بتمشي من فوق هنا على هذا البلاط، البلاط ده متحمل على هذه الممبرز العرضية، والممبرز العرضية دي متحملة في النهاية على الجوينتس. فإذا اللوجيك بتاعنا مازال هو ان التراس مفيش حاجة بتعدي اكشولي على الممبر ذات نفسه، هي بتعدي قصاده. يعني الواحد طن، تخيل ادي البلاطة هي الحاجة الزرقاء دي، هي دي بلاطة، هو ده اللي عليه الاسفلت، هو ده العربيات ماشية عليه، والواحد طن يقف هنا، فهو تقريبا قصاد المكان ده مثلا. يبقى هو ده التفسير بتاع هو ازاي، لان اكيد دماغك دلوقتي ايه عمالة تزن، هو ايه واحد طن اللي هيقف هنا ازاي يعني. يعني ماشي، اول حاجة بنعملها نحط رياكشناتنا، دي بداية الحل. احنا دلوقتي ايه خلاص هنبتدي نحل، اول حاجة نعملها نحط رياكشناتنا، ده واي ايه ده اكس ايه وهذا واي بي، وسمي الجوينتس بتاعتك. الدكتور بقى قال لنا حاجة لطيفة قوي، سمي الجوينتس اللي الواحد طن هيعدي عليها بأرقام، يعني قول دي جوينت اسمها واحد، دي جوينت اسمها اتنين، دي تلاتة، دي أربعة، دي خمسة، دي ستة، دي سبعة، دي الجوينتس اللي الواحد طن بيعدي عليها أو هيقف عليها. والجوينتس اللي تحت تقدر تسميها مثلا بحروف، مثلا سي دي اي اف جي، وعندك A و B في الأول. اوعى تستهيف، يعني اوعى تستهيف بحاجة زي دي، لأنك في وسط شغل وانت بتراجع على شغلك هتقعد تدور، هتقعد تشقلب انا جبت ده ازاي، ومش هتبقى عارف انت جبت ايه منين. طيب اول حاجة هجيبها، هجيب ال internal forces. اول حاجة من برا كده sum x equal 0 هيدي لك x a بيساوي صفر، اذا هو بصفر على طول ومش هنرسم له diagram. طيب تاني حاجة ممكن تقول sum moment عند ال b يساوي صفر، فلو الواحد طن over ال b، يعني واحد طن عند سبعة، هتلاقي واي ايه بيساوي صفر، الواحد طن عند واحد، دي اللي هي الجوينتس دي واحد وسبعة، ماشي، واحد طن عند واحد هتلاقي واي ايه بيساوي واحد، طبعا البي هتبقى عكسها. هعرف ارسم انفلونس لاين بهذه الطريقة، انفلونس لاين هيبقى عامل ازاي، زي الاتي اهو، تعالى نحط داتا نرسم عليه انفلونس لاين ل A و B. تعالى نوسع على نفسنا سنة، اول حاجة انفلونس لاين لـ A او واي A، بعدين انفلونس لاين لـ واي B. بالنسبة لـ واي A انا عارف ان هي هنا بواحد وهنا بصفر، خلي بالك ايه اللي انا رسمه ده، الخط ده هو اللي انا رسمه، هو ده اللي مرسوم تحت، يعني انا المفروض اجي اقول لك دي اسمها سبعة، دي اسمها ستة، دي اسمها خمسة، دي اسمها اربعة، تلاتة، اتنين، واحد. انا مش هقعد اعمل كده، بس انت المفروض تبقى عارف الكلام ده، ماشي، يبقى لازم تفهم قصدي على طول من ايه اللي مرسوم، ايه اللي مرسوم قدامك لازم تبقى عارفه. تعال يا عم نكتبهم لك، ما تزعلش نفسك، نكتبهم لك تحت، ادا واحد، ادا اتنين، ادا تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، لان انت بترسم على حسب مكان وقوف الواحد طن.
واحد طن بيعدي على الجوينتس من 1 إلى 7، ما بيعديش على اللي تحت. فاذا انا اقدر دلوقتي ارسم، انا عارف الواحد طن عند 7 واي بصفر، الواحد طن عند 1 الواي بواحد، اقدر اوصل الدياجرام على طول كده اهو. نفس الكلام بالنسبة لي الواي بي ولكنه العكس، فاقدر اوصل على طول كده اهو. رياكشنات وكأنها سيمبل بيم وكأنها. طيب تعال نحل الخمس ممبرز اللي احنا عاملينهم في هذا الترس. تعال برضو ايه ناخد اللي هو الانفلونس لاينز دول ونحطهم على جنب. يعني تعال ناخدهم كده مثلا، صغرهم شوية ونعينهم على جنب علشان لو احتاجنا نبص عليهم يبقوا موجودين قدامنا. يعني طبعا ده موجب وده موجب. يعني تعال اول حاجة نحل F1، ان هي اول رقم. تعال نحل F1، هتحلها من جوينت B. يبقى انا هاجي عند جوينت B هقول ايه؟ هقول sum of x عند b يساوي 0. ده هيؤدي الى ان F1 بتساوي 0. هل هذا بيتأثر؟ هل هذه النتيجة هل بتتأثر بمكان الواحد طن؟ هل هو هنا؟ هل هو هنا؟ لا، النتيجة دي مش بتتأثر، اذا فهي ثابتة على مدار الكاميرا. هتعمل كده وتكتب لي 0. ده الانفلونس لاين بتاع F1. ماشي، يبقى F1 بصفر على طول. ماشي، لما جيت اعمل سام اكس يساوي 0، الجوينت دي ادام الواحد طن مش بيعدي عليها يبقى الاكوليبريم اوف جوينت مش هيتأثر. ماشي، وزي ما قلنا هترسم كده خط وتكتب لي عليه 0. ده الانفلونس لاين بتاع F1. طيب تعال نشوف F2 عامل ازاي. F2 لو بصيت له حاف كده لله لله كده، ده 0 ممبر، صح؟ حاجة عاملة كده، يبقى 0 ممبر. هل على طول 0؟ هل هيبقى على طول 0 ممبر؟ لا. ليه مش هيبقى على طول 0 ممبر؟ لان الواحد طن هيعدي على هذه الجوينت اللي اسمها 4. يعني الواحد طن هيجي يقف هنا، لو الواحد طن واقف هنا F2 هيبقى لها قيمة. لو الواحد طن مش موجود F2 بصفر. يبقى انا عندي حالتين. يبقى انا عندي بالنسبة لF2 لو واحد طن عند 4 F2، وتعالى نفرضها بهذا الشكل الكمبريشن مثلا، F2 هتساوي سالب 1 طن عشان كومبريشن. ده لو الواحد طن واقف فوق دماغها. طب لو إلس وير في اي حتة تانية برضو، انا بعمل معادلة سام واي ايكوال 0 عند 4. هو ده المعادلة اللي انا بجيب منها، ان انا عندي ده كده وده كده، بعمل سام واي ايكوال 0. فمرة الواحد طن هتخش معايا ومرة لا. في الحالات الاخرى F2 هتساوي 0. يبقى هي مش بيور 0 ممبر يعني. طيب تعالى نرسم له الدياجرام بتاعه. تعالى ولا تزعل نفسك، تعالى نحط خط، نشد خط اهو، وتعالى نسمي النقط علشان ايه ما نتلخبطش. دي 1 2 3 4 5 6 7، ودي النقطة اللي انا عارف ان هيبقى عندها شكل. لو الواحد طن واقف في اي حتة تانية غير 4، اي نقطة تانية غير 4، هيبقى الكلام ده بصفر. انها لو وقفت الواحد طن عند 5 هيبقى بصفر، لو وقفت عند 3 هيبقى بصفر، لو وقفت عند 2 هيبقى بصفر. طيب قلنا انه عند 4 بواحد طن اهو، ادي الواحد طن.
ده انفلونس لاين لي اف 2. طب الباقي بصفر عامل ازاي؟ انا عارف انه عند 5 بصفر وعند 3 بصفر، والباقي ده 0 وده 0، وهوصل بهذا الشكل. واقول لك ان ده سالب عشان كومبريشن. طب وانت دلوقتي عندك استعداد تسأل نفسك ليه مش كده، ليه الدياجرام عامل مثلث كده، ليه ما كنتش انا خط وكنت عند الاربعة وطلعت عندها والباقي بصفر وبس على كده؟ ليه؟ لان تخيل اللي بيحصل، انت دلوقتي علشان تحسب قيمة اف 2 كأنك قطعت هذا الجزء، صح؟ عشان تحسب اف 2 ده الاكوليبريم اوف جوينت 4، انك فصلت الجوينت 4 عن بقيه الشكل، فاذا قطعت الشكل بهذه الطريقه، صح؟ فالممبرز اللي انت قطعت فيها دي ما ينفعش تقول عندها حاجه لانك مش حاسب عندها. يبقى انت اكشوالي حاسب عند 4 وحاسب ان من 3 ل 1 اف 2 هتساوي 0، ومن 5 ل 7 اف 2 هتساوي 0، لان الجزء اللي هو بين 3 و 4 انت مش حاسبه، وبين 4 و 5 يعني في الجزء ده لو الواحد طن واقف هنا انت مش حاسب دي، ماشي؟ لانك قاطع في هذا المكان، فما تعرفش الواحد طن بكام انت قاطع فيه يعني اصلا. لكن بما اني عارف ان الانفلونس لاين علاقة لينير وعارف القيمة عند 4 و 3 فوصلت بينهم خط، نفس الكلام بين 4 و 5، يبقى ده تفسير الشكل ده عامل ازاي كده ليه. طيب ده بالنسبة لإف 2، تعال نخش على بعده إف 3. طيب إف 3 فين؟ إف 3 اهي، كنا بنحلها ازاي في النترس؟ هل دي هتنفع بالجوينت؟ مش هتنفع بالجوينت، بنقطع، احنا عارفين اننا هنقطع كده سيكشن، ولنسميه مثلا ان ان، نيجي على سيكشن ان ان، وبص على الحتة بقى ايه المهمة اللي برضو احنا لسه قايلينها، بين 2 و 3 انت قاطع، فانت بالفعل ما تعرفش لو الواحد طن واقف عند 2 و 3 بكام، انت مش هتحسبها، انت هتحسب لو الواحد طن بيتحرك هنا او هنا. يعني لو الواحد طن بيتحرك من 3، يعني انت دلوقتي هتقول لي الواحد طن يا اما بيتحرك من 1 ل 2 يا اما بيتحرك من 3 ل 7، 2 ل 3 دي ما تعرفش، بس انت هتبقى عارف القيمه عند 3 والقيمه عند 2 وتوصل ما بينهم. طيب لو الواحد طن بيتحرك من 1 ل 2، حل مساله عاديه وافرض تنشن، علشان لو سالب يطلع لك كومبريشن، افرض تنشن على طول، انا فارض اف 3 اهو انها تنشن، وبقول واحد طن بيتحرك من 1 ل 2، قطعت من ناحيه هجمع من الناحيه الثانيه، اف 3 اجيبها منين؟ من الناحيه الثانيه، صم واي من اليمين بيساوي 0، صح؟ لان انا طلع لي 3 فورسز بهذا الشكل، وانا عايز اني الفورس اللي هي الزرقاء اللي انا هعملها لك بزرق دي، انا عايز الفورس الزرقاء دي، فهقول صم واي رايت يساوي 0، فاذا اف 3 هتساوي واي بي من 1 ل 2، يعني انا هاجي الواي بي من 1 ل 2 هقطع الحته دي واقوم لازقها عندي على الدياجرام. طيب كمل من 3 الى 7، هاخد برضو صم الواي، بس انا دلوقتي عايز الفورس اللي لونها اخضر تحت دي، او بلاش الاخضر، ايه استعملنا كتير، عايز الفورس اللي لونها بنفسجي دي، ماشي؟ انا عايز الفورس دي، فهقول صم واي من الواحد طن بيتحرك دلوقتي من 3 ل 7، هجمع من الناحية التانية، هلاقي ان اف 3 هتساوي سالب واي اي، لان اف 3 طالعة لفوق، فإذا سالب واي ايه معناه ان هي كومبريشن بالنسبة لي،
عرفت ليه بقى احنا بنفرض كله تنشن؟ عشان السالب يعني حاجة واحدة، يعني عكس الفرض، ويعني ايضا انه كومبريشن. طيب يبقى عايزين نوظف الكلام اللي احنا عرفناه ده في اننا نرسم الانفلونس لاين. اول حاجة عرفنا ان من 1 لـ2 هتساوي واي بي، يبقى انا هاجي على واي بي وارسم الدياجرام بتاعه. واي بي كان عامل كده، انا عايز الحتة اللي من 1 لـ2. لحظة، ايه ده واي بي؟ همسح كله لحد الحتة اللي هي من 1 لـ2 هنا، اللي هي النقطة دي اللي تعرف تجيبها. طيب الناحية التانية من كام؟ من 3 لـ7، عشان كده بقولك سمي 1 2 2، دي مش يعني اهو 1 2 3 4 5 6 7، من 1 لـ2 كان بيساوي واي بي، من 3 لـ7 هيساوي سالب واي ايه. طيب يبقى انا هجيب واي ايه واعكسه، هجيب واي ايه اللي كان عامل كده، وبعدين قلت من 3 لـ7، يبقى همسح ده واقول اهو من 3 لـ7 يساوي واي ايه اهو. ده الدياجرامز اللي فوق دي يعني. بص انا خدت الحتة دي مثلث ده وعكسته، وخدت المثلث ده زي ما هو يعني. بص هنا يعني، والحتة اللي في النص زي ما قلنا احنا قاطعين فيها، فما نعرفش في النص عاملة ازاي، بس انا معايا اول واخر الانترفال فهقدر اوصل ما بينه. ومن الجدير بالذكر ان انت لو عندك الدياجرامين الاصليين، تعال نعملهم في واحدة تانية. لو انت عندك الدياجرامين الاصليين بالشكل ده، الفرق بين اي قيمتين، يعني انت لو نزلت عمودي بين اي قيمتين هتلاقي الفرق 1، يعني بالظبط 1 طن، يعني الفرق ده 1 طن، والفرق من هنا لهنا 1 طن، الفرق من هنا لهنا 1 طن، وهكذا يعني، لان انت عارف ان مجموع واي ايه واي بي 1 طن. ماشي يعني، دي هتلاقيها سوتس، ودي هتلاقيها تلتين تقريبا. ده كده انفلونس لاين لي اف كام؟ اف 3. طبعا دي سالب ودي موجب اللي هي مش باين لها حاجة دي. طيب كده فاضل اف 4 و اف 5. تعال نشوف اف 4، نمسح ده ونمسح ده. ماشي، اف 4 تتحل ازاي؟ اف 4 هقطع قطع عامل كده وهسميه سيكشن ام ام. ماشي، برضو الواحد طن هيمشي فين بالظبط؟ الواحد طن هيمشي من 1 لـ5، وبعدين هيمشي من 6 لـ7، انما بين 5 و6 في الحتة اللي انا قطعت فيها مش همشي الواحد طن لان انا قاطع. طيب لو الواحد طن ماشي من 1 لـ5 احسب من الناحية التانية، انا عايز احسب ايه؟ اف 4. طب اف 4 دي محتاجة تتحلل كده بالصلاة على النبي، ما ينفعش اتعامل معاها مايل. انا معايا الزاوية دي سيتا، حيث ان تان سيتا 3/4 مثلا في هذا المثال، فهعرف اقول ان دي البنفسجي دي اف 4 كوزين سيتا، ويقابلها الناحية التانية برضو ايه؟ اف 4 كوزين سيتا، محدش ليه عندي حاجة، وبقية الفورسز كلها هوريزونتال. انا هاخد سام واي
هاخد سم واي في اول حالة من اليمين يساوي صفر، لان الواحد طن ماشي هنا، فانا هاخد سم واي من الناحية التانية يساوي صفر. هطلع بان اف اربعة هتساوي واي بي على كوزين سيتا، والحالة التانية هاخد سم واي من الشمال يساوي صفر. هوصل الى ان اف اربعة هتساوي ايه بقى؟ سالب واي اي على كوزين سيتا. ماشي، يبقى زي ما عملت في اللي فوق او زي ما عملت في اللي قبلها، اف تلاتة اف تلاتة انا خدت دياجرام واي اي وخدت دياجرام واي بي وقطعت مكان ما انا محتاج هنا وهنا وقمت موصل ما بينهم، صح؟ ده كان الدياجرام حاجة كده يعني. هعمل نفس الشيء بس كل دياجرام هضربه في او هقسم على كوزين سيتا، يعني كوزين سيتا اللي هتبقى 0.8، يعني هقسم على 0.8 يعني هضرب في تقريبا 1.25، يعني هجيب كل دياجرام من دول واضربه في 1.25، يعني الواحد هتبقى 1.25 نفس الشكل، بس اكتب لي على الواحد 1.25 بس كده. يبقى انا لو حبيت ارسم اف 4 هلاقي ان عندي حاجة بالشكل ده. اول حاجة قلنا من 1 لـ5 هتساوي واي بي، فاذا واي بي عامل كده. واقف فين؟ هقف عند 5 5 اهي، بس ايه بلاش بقى ايه نمسحه بالكامل علشان نوري السكيل عليه. تعال ننقط وبعد ما ننقط بقى نقول بقى ايه الدنيا. وبعدين قلنا من 6 لـ7 هيساوي سالب واي ايه، فاذا واي ايه هقلبها، محتاج اقلب دلوقتي واي ايه. برضو بنفس السكيل، بس هقعد بقى ايه امسح في واي ايه من اول هنا. ماشي، يبقى انا عايز بالظبط القيمة دي والقيمة دي واوصل ما بينهم. يبقى الدياجرام النهائي اللي عندي حاجة بالشكل ده. طبعا بما اننا منقطين هنا اقول له ده مثلا 1.25 وده 1.25. وبرضو هنا بوزيتيف يعني كومبريشن، نيجاتيف يعني تنشن. العكس، بوزيتيف يعني تنشن، حتى بلس. انا لو قلتها حتى بالغلط ولو اي حاجة، تنشن بلس تنشن اهو، دي مصيبة لو انا كنت عديتها كده. طيب ده اف 4 عرفنا نرسمه برضو. طيب اف 5 بقى، لحظة ماشي، عايزين اف 5. اف 5 اهي، اف 5 كنا بنعمل لها ايه؟ كنا بنقطع هنا ونقول مومنت عند اللي هي 5 تساوي 0. يبقى انا هقطع هنا سيكشن هسميه كيو كيو مثلا، سيكشن كيو كيو. هقول سم مومنت، طب الاول تعالى نقول الواحد طن هيمشي منين؟ هيمشي من 1 لـ4 وبعدين هيمشي من 5 إلى 7. طيب وهو ماشي من 1 لـ4 هاخد مومنت من الناحية دي. طبعا اف 5 بتاعتي عاملة كده، وهو ماشي من 1 لـ4 هقول سم مومنت على 5 من اليمين بيساوي صفر. فاذا هيبقى عندي 6 واي بي هيساوي 4 اف 5. يبقى اف 5 هتساوي 3 على 2
واي بي او 1.5 واي بي. حلو كده ماشي. طب ده والواحد طن ماشي هنا، فحسبت من الناحية التانية. طب لو الواحد طن ماشي من 5 إلى 7، من اول 5 لحد 7، هياخد برضو مومنت على نقطة 5 بس من الشمال، هيديني ان كام كده 12 واي ايه هيساوي 4 اف 5، فا اف 5 هتساوي 3 واي ايه. ماشي. تعال نرسم ده. لحظة واحدة. ماشي. هرسم الاول زي ما قلنا ده، هنرسم 3 واي ايه. تقدر ترسم واي ايه وتكتب بدل 1 3، يعني نفس السكيل زي ما قلنا، السكيل مش لازم يتأثر. يعني ممكن اعمل كده واقول لك هنا كده واقول لك 3 متر طن. طبعا لا، متر طن ايه يعني، استغفر الله العظيم، 3 طن. الحقني كده لو انا اصحى معايا. وهنرسم 1.5 واي بي. لحظة واحدة بس، لان اللي انا رسمته ده للأسف انا رسمته واي بي مش واي ايه، معلش. واي ايه اهو هضربه في 3 وارسم. تعال نقول انه هنا ادي 3، ده 3، ده واي ايه، وانا برسم انفلونس لاين طبعا ل اف 5. هرسم واي بي برضو، بس خلي بالك هضرب واي بي في 1.5، هيبقى عامل كده. خلي بالك هتلاقيهم اتقطعوا عند 5، يعني هتلاقيهم اتقطعوا عند 5 وانت هتوصل من التقاطع ده. بس حتى لو مش كده هتمشي من 1 لـ4 ومن 5 لـ7 عادي. يعني انت هتلاقي نفسك مشيت من 5 لـ7 وبعدين من 1 لـ4 هتمشي لحد، يعني لحد هذه النقطة وتوصل، فهتلاقي نفسك على نفس الاستقامة. يعني الفكرة انت لو رسم، يعني لو رسم بسكيل مظبوط هتلاقيهم بيتقطعوا عند 5. انما لو ما تقطعوش انت بتلاقي نفسك وصلت هنا، ماشي، وصلت هنا، لحظة، وصلت هنا وبتوصل الحتة اللي في النص اللي هي لونها اخضر. بس انت لازم تبقى عارف ان ده يبقى خط مستقيم، علشان لو ما طلعش خط مستقيم يا اما حاجة غلط في الكيرفات يا اما حاجة غلط في الحسابات. ماشي. يبقى كده احنا خدنا كل الممبرز او كل اشكال الممبرز اللي في الانترس، وخدنا طرق القطع. طبعا ايه يعني استعملنا نفس طرق القطع، نفس اللي احنا عملناه واحنا بنحسب بس الفورسز، عملناه واحنا بنحسب ايه انفلونس لاين للدنيا. طيب تعالى ناخد مثال اخر ونكتفي بهذا القدر. استنى ارسمهولك. شفت الايديت؟ مش ايديت ولا حاجة، انا عملت بوز. المهم ادا هذا التراس وادا الخمسة ممبرز اللي هنتعامل معاهم، وعايزين نشوف هنتعامل معاهم ازاي. اول حاجة زي ما قلنا هنسمي، هنحط رياكشناتنا ونسمي حاجاتنا وبعدين نتكلم. واي ايه اكس ايه واي بي، بعدين سمي النقط. خلي بالك الواحد طن المرة دي بيعدي فين؟ بيعدي تحت. ماشي. فاذا تعال نسمي، انا عندي من A و B، تعال نقول 1 2
تلاتة أربعة خمسة وستة وسبعة، وتعالى بقى إيه لو فوق احتاجنا حاجة نبقى نسميها. خلي بالك في بعض الفورسز اللي مش هتتأثر بهل الواحد طن واقف عندها ولا لأ، يعني الفورس في هذا المنبر اللي فوق بصفر، ده وده دول بصفر مهما كان مكان الواحد طن. أولا الواحد طن مش بيعدي بالجوينت مثلا كي دي، مش بيعدي عليها، فإذا هي المعادلة مرة واحدة، ومن سيجما اكس وسيجما واي هتلاقي ان الاتنين دول بصفر. يعني نفس الكلام بالنسبة لديل، انك انت بتيجي سيجما اكس عند سبعة يساوي صفر، اللي هي نقطة سبعة دي، هتلاقي ان الفورس عنده بصفر على طول. ماشي، فاذا في بعض الحاجات اللي هتلاقيها على طول صفرت منك، زي الاتنين اللي فوق هناك دول، مش فارق معاك هل واحد طن موجود ولا لا. ماشي، يعني دي ملحوظة بسيطة عشان لو جات لك على طول تعرف تديها الصفر سريع، يعني ما تضيعش فيها وقت. طيب ملاحظ ان السبورتس عندك كأنه كانتليفر بيم، كأن عندك حاجة كده. وخلي بالك زي ما قلنا احنا هنتعامل مع التراس على انه كاميرا مفرغة، فاذا ما عنديش اي مشكلة ان يبقى عندي كانتليفر تراس. ده انا ممكن امسك لك التراس من هنا كده وادي لك تراس واقعد بقى العب لك. يعني الفكرة ان مفيش حاجة مسكاني ما عملكش اي حاجة يعني. المهم تعالى نرسم الانفلونس لاين للرياكشنز ونحطهم على جنب، وبعدين نرسم الخمسة فورسز اللي عندنا. اول حاجة تعالى نحسب الاول سام اكس زيرو، هيدي لك ان اكس ايه بيساوي صفر، وده ملوش دعوه بمكان الواحد طن. طيب لو حطيت الواحد طن عند ايه هتلاقي واي ايه بواحد، لو حطيته عند بي هتلاقي واي بي بواحد، والناحيه التانيه بصفر. يعني نفس الكلام المعتاد. خلاص الكلام ده بقى، يعني احنا بقالنا كام، ده خامس فيديو عمالين نقول نفس الكلام، فاذا اظن انه خلاص اتحفظ، يعني على الاقل الايه الدباجة الاولانية اللي احنا بنعملها دي. طيب نرسم انفلونس لاين اهو، واهو الواي اي واي بي. ما تنساش والنبي ان بي مش في الاخر، بي هنا، دي بي، اوعى تنسى. ودي طبعا ايه. طيب نرسم بقى، عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم انفلونس لاين لواي ايه وانفلونس لاين لي واي بي. طيب واي ايه انا عارف ان عند ايه بواحد وبي بصفر، واي بي عارف عند بي بواحد وايه بصفر، هذا النقطتين بتوع الخط. وصل يا باشا. تلاقي حاجة بهذا الشكل بالنسبة لي بي، تعالى نعملها بلون تاني. اهم ماشي، وهذا موجب وهذا موجب وسالب كده. انا رسمتهم انفلونس لاين ل واي اي واي بي زي كل مره، وشبه الكانتليفر بين جدا. تعالى نحاول نختصرهم ونحطهم على جنب، بس انا مش عارف هما هيبقوا هنا مثلا. يعني تعالى نخليهم، يعني انا مش عايز امسحهم، انا عايزهم يفضلوا موجودين بحيث لو احتاجناهم يبقوا موجودين قدامنا. يعني
عامة تعالى نكمل اللي احنا كنا بنعمله. تعالى نحسب أول حاجة اف واحد. اف واحد هتجيبها منين؟ هتجيبها من جوينت 7. هتقول ان سيجما واي عند 7 بيساوي 0. هل الواي بيعدي ب7؟ يبقى لو الواحد طن عند 7 هتلاقي ان اف واحد بيساوي 1 طن. موجب ولا سالب؟ بص عليها انت، انت عندك اهي الجوينت، عندك 1 طن كده، يبقى انت مستني الاف واحد تبقى عكسه يعني تنشن بلس. ماشي، يبقى اف واحد هتساوي 1 طن. لو الواحد طن واقف عند 7. طب لو الواحد طن في اي مكان اخر او في اي جوينت اخر، هتلاقي اف واحد بيساوي 0. زي ما قلنا احنا قطعنا هذا الجزء وحسبنا مرة عند 7 ومرة عند بقية الفريم. هو ده المعنى بإلس. يعني إلس دي المفروض أقول لك إن هي من 6 لحد إيه، واخد بالك؟ يبقى أنا أقدر بكل بساطة أرسم لك دلوقتي إف واحد، لأن أنا هجيلك كده أقول لك هذا خط كده مثلا، اف واحد بكام؟ اف واحد لو الواحد طن واقف عند 7، اف واحد ب1 طن. لو واقف السوير بصفر، يبقى عند 6 بصفر، وعند 5 بصفر، واربعة بصفر، وبقيت كل ده بصفر. ايه اللي بصفر؟ اف واحد بصفر. لما الواحد طن يبقى واقف عند اي جوينت من هذه الجوينتس. ماشي، يبقى انا هقدر اقول ان انفلونس لاين اف واحد بهذا الشكل. دي موجب عشان تنشن. ماشي، يبقى ده بالنسبة لي اف واحد. طيب اف اتنين هنجيبها ازاي؟ اف اتنين، اف اتنين اهي ما ينفعش تتجاب جوينت، هحتاج اقطع لها. كنا بنقطع لها ازاي دي؟ ليها طريقتين، يا اما تعمل كده يا اما تعمل كده، وفي ايا ما كانت حالات القطع. تعال نعمل كده يا عم، متزعلش نفسك عشان تبقى شفت زيجزاج. يعني ام ام سكشن ام ام، الواحد طن مرة هيبقى ماشي من A لحد B، ومرة هيبقى ماشي من 6 لـ7، صح؟ لأن أنا قطعت F2 بهذه الطريقة، وبقى عندي فورس هنا وفورس قصادها الناحية التانية. لو الواحد طن ماشي من A لB، يعني ماشي في الحتة دي، هحسب من الناحية التانية. هقول إن F2 هحسب إيه؟ إحنا كنا بنحسب مومنت على اللي فوق، يبقى انا هحسب مومنت عند النقطة سي دي. يبقى انا هاجي هنا واقول لك سيجما المومنت عند سي من اليمين يساوي 0، وابدأ احسب. هلاقي ان 4 اف 2 يساوي 0، فاذا اف 2 يساوي 0 لو الواحد طن ماشي من ال بي، وده المنطقي. دي كأنها سيكشن في كانتليفر، مش احنا قلنا ان ده شبه كانتليفر بيم، والاف 2 كأني قاطع هنا، فاذا اكيد لو انا قبلها هيبقى بصفر. طيب الواحد طن لو ماشي من 6 لـ7، يا اما احسب من الناحية التانية وهيخش لي واي بي واي اي في المعادلة، يعني هيخش عندي واي اي واي بي، لان انا باخد مومنت على السي من الشمال. طب وانا وجع دماغي ليه؟
طب والواحد طن ماشي من 6 لـ7، طب ما ثبت الواحد طن عند 7 واحسب، وثبته عند 6 واحسب، يعني اقول 1 طن ات 6، واقول سيجما المومنت على السي يساوي 0 برضو من اليمين، لان دي الناحية الحرة، وده لو هو فعلا كانتليفر زي ما احنا شغالين قلنا الكانتليفر بناخده من الناحية الحرة. طيب لو الواحد طن واقف هنا عند 6، لو الواحد طن هنا وانا باخد مومنت على السي اللي فوق اللي هي على نفس اللاين اوف اكشن، يبقى الواحد طن مش عامل مومنت، يبقى سيجما المومنت بصفر، هتلاقي برضو ان اف 2 بصفر، لان هتلاقي بس اف 2 هي اللي بتعمل مومنت، فاذا اف 2 بصفر. طب لو الواحد طن واقف عند 7، ماشي، واحد طن هيقف هنا، هتقول برضو سيجما المومنت على السي من الناحية اليمين يساوي 0، هتلاقي ان 4 اف 2 زائد 3 يساوي 0، فاذا اف 2 هتساوي -3/4، ماشي. يبقى انا كده من ال بي بصفر، وعند 6 بصفر، وعند 7 3/4. اعرف ارسم هذا الدياجرام، اعرف ارسم هذا الدياجرام. زي ما قلنا لحد بي ده بصفر، والحتة دي برضو بصفر، مش لازم تكتب 0 مرتين، بكتبها لك انت مرتين. وهنا تعال نعملها تحت، ده -0.75 طن، هتوصل ده بده كده سالب، ده ايه كده، ده انفلونس لاين لي اف 2. عظيم. تعال نخش على اف 3. اف 3 وزي ما قلنا افرض كل حاجة تنشن دلوقتي، تعال نعين ده دلوقتي اهو، قلنا اف 3 بنعمل ايه، بناخد جوينت بعدين نقطع كده، احنا هنقطع قطع بهذا الشكل ونسميه مثلا ام ام، ماشي. بنيجي على هذا الجوينت اللي ممكن نسميه اف مثلا، ونقول ان اف 3 هتساوي -f3 نجمة، اننا هنفرضها هي كمان تنشن، لانك لو وقفت عند جوينت اف هتلاقي ان في فرصة طالعة كده وفرصة طالعة كده، فاذا هتلاقي ان اف 3 بتساوي -f3 نجمة، اللي هي اللي فوق دي، دي اف 3 نجمة بيساوي سالب بعض. وبعدين ايه سيكشن ان سيكشن ام ام، انا قاطع بين 4 و5، فالواحد طن همشيه من 1 إلى 4 ومن 5 إلى 7. لو الواحد طن ماشي من 1 لـ4 انا هاخد سيجما الواي من اني ناحية، هو ماشي هنا هاخد من ناحية اليمين، لو هو ماشي من الناحية التانية هياخد سيجما واي من الشمال. طيب في اول حالة الواحد طن ماشي من 1 لـ4، سيجما الواي من اليمين يساوي 0، انا عندي هنا اف 3، تعال نقول ان، تعال على جنب كده، تعال نقول ان دي سيتا، حيث ان تان سيتا يساوي 3/2، حلو كده. فاذا سيجما الواي يساوي 0، فاذا اف 3 كوزين سيتا ناقص اف 3 نجمة كوزين سيتا، انا بحسب من اليمين، ناقص واي بي يساوي 0. طبعا اقدر اشيل دي مع الناقص لان هي اف 3 يساوي سالب اف 3، فسالب اف 3 نجمة يبقى انا هشيلها واحط موجب اف 3، يعني انا دي كلها كده هحط مكانها موجب اف 3، فاذا هوصل لان 2 اف 3
كوزين سيتا يساوي واي بي، فاذا اف تلاتة هتساوي واي بي على اتنين كوزين سيتا، وواحد على اتنين كوزين سيتا ده رقم هتضربه في الدياجرام بتاع واي بي اللي تحته، عشان كده كنت سايبه. ماشي ماشي. طيب بالنسبة للناحية التانية، لو الواحد طن ماشي من خمسة لسبعة، سيجما الواي من الناحية التانية هتلاقي ان اتنين اف تلاتة على طول بقى كوزين سيتا زائد واي ايه يساوي صفر، فاذا اف تلاتة يساوي سالب واي ايه على اتنين كوزين سيتا، برضو سالب واحد على نفس هذا الكونستانت. ان مكان هذا الكونستانت بكام؟ يعني لو هذا الكونستانت واحد على اتنين كوزين سيتا ده بواحد على تلاتة، فانت هتاخد كل دياجرام تقسمه على تلاتة وخلاص. ماشي. هل اقدر ارسم دلوقتي؟ اقدر ارسم دلوقتي. يبقى تعالى نرسم. هنمسح ايه ده وتعالى نرسم. اول حاجة احنا قلنا من واحد لاربعة، يعني انت ممكن حتى ايه متعلمش على الرسم بتاع كل النقط، بس قول لي ان دي اربعة ودي خمسة عشان دي النقط اللي مهتم انك تبقى عاملها influence line لـ F3. ماشي. influence line لـ F3 قلنا وانا ماشي من واحد لاربعة هيبقى YB مضروب في constant، يبقى ارسم YB زي ما هو واضربه في كونستانت. يبقى انا هاجي كده وبي كانت هنا هلاقي نفسي عامل كده، وزي ما قلنا النقطة دي بدل ما هي واحد هتبقى واحد على اتنين كوزين سيتا اللي هو الارتفاع ده، مش راضي يجي عدل او ده منين لفين؟ ده يا عم الحاج بالصلاة على النبي من واحد لاربعة، فاذا الكلام اللي بعد كده منقط. ماشي يا عم المنقط اهو. ايه بقى برضو ايه بعد كده؟ من خمسة لسبعة كان سالب واي ايه، فاذا اجيب واي ايه واشقلبه، سالب واي ايه على نفس الكونستانت، او يعني هيبقى نفس السكيل، لو مش نفس السكيل هتعمل زي المسألة اللي فاتت، ارسم كل حاجة احسبها، احسب الرقم ده وارسم، يعني هتلاقي واي ايه بتعمل معاك حاجة كده. صح. وزي ما قلنا واي ايه شغالة معاك من فين لفين؟ من خمسة لسبعة، يبقى الكلام ده كله مش شغال. وهرسم الدياجرام بتاعي ازاي؟ الدياجرام النهائي هيبقى حاجة عاملة كده، اقسمهم كلهم تخان فعشان كده الموضوع بالظبط، بس عامة هتلاقي حاجة عاملة كده. انا هوصل من هنا لاربعة، من واحد من واحد لاربعة، ومن خمسة لسبعة، وما بينهما وصل. اديك رسمت influence line لـ F3. حلو الكلام ده. طبعا الحتة اللي هناك تحت دي الارتفاع ده يعني او القيمة دي برضو سالب واحد على اتنين كوزين سيتا، وما تنساش اشاراتك سالب اسف موجب موجب والسالب اللي تحت اللي مش باين ده. ماشي كده رسمنا الـ F3 ناقص اربعة وخمسة، واحدة واحدة اف اربعة. اف اربعة كنا بنقطع لها ازاي؟ كنا بنقطع لها كده او مش كده،
بدل ما نقطع لها، تعالى يعني نستعمل ايه حاجات لطيفة شوية يعني. احنا واقفين هنا اهو صح، انا معايا اف 3 ستار صح، انا معايا الفرص دي، الفرصة الحمراء اللي فوق دي، ما انا ممكن اجي على هذا الجوينت اللي انا ممكن اسميه جي مثلا، وعند هذا الجوينت اقول سيجما واي، سيجما واي يساوي صفر صح. هفرض اف 4 تنشن، انا دلوقتي عايز احل اف 4، سيجما واي يساوي صفر، سيجما واي جي يساوي صفر، هتلاقي ان هتلاقي الاول ايه، ان لو دي سيتا فالسيتا بتاعتك هتبقى هنا، فانت هتعمل مثلا ايه كوزين سيتا مفروض يبقى دي ماشي، المفروض انك هتلاقي اف 4 هتساوي سالب اف 3 نجمة كوزين سيتا، يعني اف 4 هتساوي اف 3 كوزين سيتا ماشي. يبقى نفس الدياجرام ده، اف 4 اهي نفس الدياجرام بتاع اف 3، بس هتضرب الدياجرام كله في كوزين سيتا. يبقى انا لو حبيت اضحك عليك هشيل دي كده وهشيل دول كده، محدش واخد باله من حاجه. انفلونس لاين اف 4 القيمه دي 1/2، القيمه دي سالب 1/2، ده الانفلونس لاين بتاع اف 4. خدت بالك من اللي حصل؟ ان هو نفس الدياجرام، انا ضربت الدياجرام كله في كوزين سيتا. حلو كده. طيب اف 5، هل اف 5 نفس الكلام اضرب الدياجرام كله في، يا حلاوه لا. ليه بقى؟ لان انا قدرت لما قلت لك جوينت جي هي معادله واحده، المعادله دي ما فرضتش الواحد طن واقف فين، لان الواحد طن مش بيعدي على جي، لكن بالنسبه لاف 5 الواحد طن بيعدي على جوينت 4 اللي انا هحسب عنده، الواحد طن بيعدي هنا، بيعدي هنا، فاذا بما انه بيعدي هنا انا محتاج اعمل حسابه. هنعمل حسابه ازاي؟ واحده واحده. جوينت 4 دي دلوقتي، جوينت 4 زي ما قلنا الواحد طن يا اما هيبقى عند 4 يا اما هيبقى إلس. لو هو عند 4 هقول طبعا انا عارف اف 3 فاقدر استعملها. طبعا سيجما واي عند 4 هيساوي صفر، هيديني طبعا اف 3 كانت عاملة كده، فرضنا تنشن، وافرض اف 5 برضو تنشن، فاذا هيديني لو الواحد طن واقف عند 4، فاربعة عاملة ازاي؟ اربعة عاملة كده، اربعة عندي ادا اف 5 ادا اف 3 وادا الواحد طن، فاذا هيديني ان اف 5 هيساوي 1 - f3 كوزين سيتا ماشي، ده لو هو واقف عند 4. فاذا انا قطعت كده عشان ابص. طب لو واقف إلس، وإلس هنا زي ما قلنا إلس معناها من ايه لتلاتة ومن 5 لـ7، لان انا قاطع في 3 4 و4 5، انا قاطع هنا علشان اعرف احسب، فاذا معرفش القيمة هنا كام والقيمة هنا كام. طيب لو إلس برضو عند جوينت 4 هقول سيجما الواي عند 4 هيساوي صفر، بس 4 بالنسبة لي هتبقى عندي اف 5 و اف 3 بس، هيديني اف 5 يساوي سالب اف 3 كوزين سيتا ماشي. يبقى انا كده جبت قيمتين، هل اعرف اصرفهم؟ تعال نكتبهم تحت،
تعالى نكتبهم تحت قبل ما نمسح، تعالى علشان ايه نستعملهم. اول مرة عند 4 اف 5 هتساوي 1 ناقص اف 3 كوزين سيتا، وإلس اللي احنا قلنا إلس معناه ايه، اف 5 مش 4 اسف، اف 5 هتساوي سالب اف 3 كوزين سيتا. نمسح بقى اللي فوق وتعالى نشوف هنرسم الكلام ده ازاي. واحدة واحدة، ايه الاسهل في الرسم في نظرك؟ 4، خلي بالك لان 4 انا هحسب عند النقطة عند جوينت 4 هجيب قيمة اف 3، هبص على الدياجرام اللي عندي واحسب هذه القيمة بكام، هحسبها بكام. مش انا كان عندي دياجرام من شوية عامل كده، كان دياجرام عامل كده تقريبا، اجي عند 4 واحسب القيمة بكام، هلاقي ان ده بيساوي مثلا 0.67، هو تلتين يعني. ارجع للدياجرام وانزل بخط واحسب، يعني انت لسه راسم دياجرام اف 3. يبقى انا هاجي عند النقطة 4 واقدر احط حاجة واقول عليها 0.67، تعال نقول عليها ان هي دي مثلا، او تعال نقول اهي دي 0.67 عند 4، حلو. طب الباقي بقى اف 5 يساوي سالب اف 3 كوزين سيتا، يبقى انا هجيب دياجرام اف 3 ارسمه وبعدين هضربه كله في كوزين سيتا. طيب دياجرام اف 3 كان حاجة تقريبا بهذا الشكل، كان كده لحد 3 او لحد 4 اسف، وكان بينزل وبعدين يطلع حاجة كده عند بي، كان بيصفر حاجة كده يعني تقريبا كده مثلا، فانا هجيبه واعكسه. ماشي، يبقى انا هعكس الدياجرام ده. طبعا ما تنساش انك هتضرب اف 3 في كوزين سيتا، يا اما تقول اف 5 هنا بيساوي سالب اف 4 بدل ما تضرب، يعني لان اف 4 احنا جايبين ان هي اف 3 كوزين سيتا، يعني نفس الدياجرام لو انت فاكر، بس كان عندنا ايه هنا نص وهناك نص، صح؟ انا هعكسها، هنا هيبقى نص وهناك هيبقى نص برضو. فهبدأ بقى ايه اشد خطوطي، ارجع في الفيديو هتلاقينا لسه عاملينه من شوية اللي هو الانفلونس لاين بتاع اف 3، هنبدأ بقى ايه نعمله تاني. بس انا عارف ان ده اخره لحد جوينت 3، ومن الناحية التانية عارف ان انا همشي من هنا لحد كده تقريبا. لو انت مش عارف انا بعمل ايه دلوقتي، انا برسم اف 3 مع مقلوب، يعني ما تخليش اي حاجة تضايقك، انا برسم اف 3 مقلوب بس، ما تستغربنيش. رسمت اف 3 مقلوب، اف 3 مقلوب كان عامل حاجة عاملة كده بقى، سنة لحد هنا تقريبا بيجي عند 4 ويقوم قالب. انا ما انا شلتها لان انا عارف ان انا الس دي بتاعتي من 3، من 1 ل 3، فاكر انت الس اللي احنا قايلين عليها من شوية، قايلين الس يعني الواحد طن بيمشي من ايه الى 3 اور من 5 الى 7. يبقى في الحتة من ايه ل 3 ومن 5 ل 7 هرسم سالب دياجرام اف 4 او سالب دياجرام اف 3 كوزين سيتا، وعند 4 انا عندي النقطة اللي هي 0.67، وهوصل ده ببعضه. يبقى هوصل 0.67 ب هوصلها ب هنا، مش راضية تيجي اهي،
اوصلها بهنا ودي بهنا، وده يكمل نفسه، وده هناك يكمل نفسه. انا كده المفروض ان انا رسمت خلاص الانفرنس لاين بتاع F5، ماشي. تاني مرة، مرة كمان علشان ايه ابقى اطمنت انك فاهم قصدي بالكامل. كان عندي هذا، مش ده، لحظة، كان عندي هذا الكيرف وقلنا عليه ان ده influence line ل F3، لو ضربته في كوزين سيتا بقى influence line ل F4، ماشي. وطبعا ايه عند، يعني انت لو اخدت خط كده، لو ده influence line ل F4، لو خدت خط كده هتلاقي ان المسافة دي عبارة عن نص، ماشي. يبقى ده influence line لف اربعة. حلو يا عم، زي الفل. خدت انا الانفلونس لاين لف اربعة ده وقمت قلبته بقى انفلونس لاين لسالب اف اربعة، لان انا عايز ارسم خمسة، صح؟ انا عايز ارسم انفلونس لاين لف خمسة، وقلنا ان اف خمسة هتساوي سالب اف اربعة من ايه الى تلاتة ومن خمسة الى سبعة، يبقى لحد تلاتة ومن اول خمسة لسبعة. يبقى انا هاجي كده واتقل في هذه النقط، ان النقط دي انا عارف انه هيساوي فيها، ماشي. وعرفت ان عند نقطة اربعة قيمته 0.67، فاجي هنا واقوم حاطط هنا نقطة واقول عليها 0.67. 0.67 هتبقى مثلا هنا، وهتقوم موصل، هتوصل من الى، ماشي. يبقى ده اللي احنا عملناه، وكده احنا نكون الحمد لله خلصنا يعني يعتبر ارخم حتة في هذا الكورس، مش رخمة قوي بس يعني ادي بص عليها تاني، رجعها تاني واحدة واحدة، لكن احنا الحمد لله كده خلصنا وبس.